هنالك كل هذه التغييرات المهمة التي تجري، طبعا تأتي في ظل تقارير متضاربة كما شاهدت في المقدمة عن أن القوات الأمريكية تجهز لعملية ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا. ما حقيقة هذه التقارير؟ هل هذه التقارير مبالغ بها؟ هل هنالك حقيقة؟ هل هنالك رغبة في الردع؟ كيف تجيب على هذا الأمر؟ حقيقة كما هي العمليات في قيادة قوى المهام المشتركة وكما نشرت مؤقتا، فإن الإشاعات حول بناء قدرات من أجل هزيمة من أجل القتال فهذه إشاعة، ولكن السياق الصائب من أجل أن تعود هذه الوحدات العسكرية إلى أوطانها، فإن هذه المعدات والجنود القادمون ينبغي أن تكون على أهبة الاستعداد لأن تطلع بمسؤولياتها. هذه التحركات من قبل الجنود والمعدات والمركبات داخل وخارج البلد هو أمر طبيعي وأمر روتيني، وهي تجرى وتخطط جنبا إلى جنب مع شركائنا الأمنيين. وهناك أمر آخر وهو هذه التداولات، هذه مهمة من أجل أن نضمن بأن قواتنا ليست فقط على أهبة الاستعداد وأن هناك دماء جديدة، وأيضا عودتهم إلى أوطانهم بين الحين والآخر من أجل دعم شعب العراق. ومؤخرا ودعنا جنودا من الحرس في هذا الجيش وعودة إلى فريق الجبلي، فإذا هناك تركيز على قيامنا بالمهام الاستشارية والدعم من أجل أن نساعد في هزيمة داعش.